ان المؤتمر الشعبي هو ذلك التنظيم الشعبي الديمقراطي الذي استلهم إرادة جماهير الشعب اليمني في 24 من أغسطس عام 1982. إن مؤتمرنا يحمل شعار البناء لا شعار الهد، لا معول للهد أو المكايدة أو الابتزاز السياسي. الديمقراطية هي الخيار الوحيد لنا وهو النهج والسلوك الحضاري في عصرنا هذا. الديمقراطية سلوك، الديمقراطية أخلاق، الديمقراطية بناء، لا حد ولا ابتزاز. سنستمر في نضالنا الدؤوب للحفاظ على النهج الديمقراطي التعددي.